بسم الله الرحمن الرحيم
فتنفخ فيها فتكون
الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمل والأبرص بإذني وإن تخرج الموتى بإذني. كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا
وعرضكم
تعلم ما في
ما دمت
وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني قلت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. إن تغذبهم فإنهم
الشيخ شريف عبد العزيز علي القارئ لفريق مسعى عربية وعضو نقابة القراء بالقاهرة والمقيم المعروف بقرية النجيلة التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة. أما أنجزت الصوت والضوء وقصور الضيافة المتنقلة إدارة الحاج هلال السباغ المقيم المعروف بقرية النجيلة التابعة لمركز ومدينة كوم حمادة. وكل من تقدم بالعزاء شكر الله سعيكم جميعا.